بريشر ترانسديوسر او اشن بايك او سبيد على جزء كفتر او جزء روك ريجي. طيب فكروا لي يا ريكو تبدو نفتو الاكتويتر وين الاكتويتر؟ عليه نشتغل عن السلم ثابت الاكتويتر ثابت لو مثل لا اريد اريد يتحرك السنسر يتحرك ماكو ماكو اذا يتحرك ماكو وصلت وصلتوا لها نقطة شنو المشكلة ليش شوية المفاهيم السكرو كومبريسر من تجي تناقشها اكو اسئلة رسمي في رسمي اسئلة عندي اولا ليش دين عصر شلون دين عصر الهواء الغاز او الهواء ليش ما يرجع لي ورا هذا السؤال هو مو ليش ما يرجع لي رجع له في قدام هذا السؤال هو في حين بقية الكومبريسرات لا اكو شيء منطقي هذا ربما الاكسيال كومبريسر اللي هو مال التوربين هم ربما وهذا في السرعة قالوا يصير بيش سيرج ويرجع له ضغط عالي بالمراحل الاخيره يصير بدل الكثافه كميه الماده او الهواء المسحوب ما يكفي فشي يصير يصير عندي باك فلو يكسر الريش صح ولا لا؟ مفهوم السيرج بس هنا ماكو سيرج هاي واحده من الادفانتج مالته هنا ما يصير عندي سيرج فشلون شلون دي يحسبون؟ شلون دي يسوون؟ تردون وصلوا؟ اول نموذج صناعي دخل 65 سنه 65 وطب بالعراق سنه 89 هذا الكومبريسر دخل للعراق 89 حرام ما حد يفتح لي هسه انا لو اشرح لكم اليوم راح يجي باكر بطريقه معينه احاول اوصل الفكره راح يجي باكر شخص اخر يشرحها بطريقه مختلفه لانه لا زال يوميا دراسات يوميا بحوث يوميا شركات تتنافس في هذا المجال لانه هذا مستقبل الوقت الهواء هذا المستقبل الأسباب راح نناقشها هو هذا المستقبل مالي قياسا بالمقارنة طريقة العمل والطاقات الليميتيشن حاليا مالته هي مشكلة الضغط نمبر اوف ستيج اللي يقدروا يعني وصلوا الى 2 ستيج وصلوا الى 3 ستيج بس ما يقدروا يصعدون بعد الستيج الرابع بنفس المعدة ها في حين قبل كان لاجي كومبريسرات منفصلة تربطهم واحد علف وواحد يسلم اكسبانشن تانك ولازم البريشر اللي يكون على كيفه حتى المعدة يسوي اللودينج فت حسابها كلش معقد في سيستم الكنترول يصير صعب لا هذا كله بشيء داخلي مستقبل السبب هو النقطة اللي قلت لكم اياها تعذر إجراء فحوصات مختبرية للكومبريسر ما أقدر أشد معدات قياس فقط على الكيس بس على السكرو اللي اقدر اللي هي الضغط بيها ما اقدرش واضح الفكره؟ ما اقدر اكتب شيء على السكرو اقدر اعرف الضغط شلون يتوسع طريقه توزيع الضغط في بطن الكومبريسر روح افتح الانترنت كله ما تلقى غير بس نظريات ماكو واحد وحساباتها ثيوري ماكو واحد حاط قال انا ركبت جهاز وكذا هسه بداوا بسبب التطور الالكتروني والوايرلس والفاينانت المنت المايكرو النانو تكنولوجي بداوا يسوون يطورون كارتات الكترونيه المتحسسات يقدرون يثقبون ثقب بالسكرو يدفنوها به ويحطون عليها سداده وتبث عن طريق شنو؟ الواي فاي او الضغط عن طريق الواي فاي هسه بس مكلفه يعني المواصله لا تجيل وتعرف الشركات الا على مستوى عالي تصرف وبيصرفون يعني بس اتوقع راح نوصل الى مرحله نلقي في الرسم يوضح لنا توزيع الضغط بالسكرو على كل نقطه من نقاط السكرو والكيسين بس يسمون هسه الحكي نظري اكو شيء يسموه سي اف دي اللي هو الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس او فلويد ديزاين كمبيوتيشنال حساب اللي هو تقنيه ادفانس من الرياضيات وقت من الميكانيك
المعادلات درجة ثالثة ورابعة. بيحسبوها حسابية وسيموليشن حاسبات. تلقي تريد تشرح يجيك واحد يطلع لك طق قاس الدمون طلع لك سيموليشن قلت لك هنا فقط هالقد راسي. عمي قايسة على المعدة.